ما الحكم إذا قال لي أحد في بلادي بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال لك أحد في بلادك بلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت ترشده وتقول له أنت أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغه إياه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فمعنى هذا أن الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة. ولهذا ذكر أن علي بن حسين رحمة الله عليه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ويعني فقال له: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تتخذوا قبري عيدا فلا جعلوا بيتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنا حيث كنتم. قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني معناها أن الملائكة هي التي تبلغ، وأن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما يأتي أحد ويقول لك هذا الكلام تقول له: صلي وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة والسلام عليه، وإن والملائكة تبلغه كما جاء ذلك عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.